الأستاذ فضل عبد الغني أعاد وذكر ما يحدث في سوريا، وإلى الآن يعني الذين يلجؤون إلى الداخل السوري يتعرضون للقصف وللاعتقال، وأنت يعني أيد الفكرة التي تقول أو قلتها حضرتك بأن اللجوء السوري لن يتوقف. نعم، شوف، أولا أريد أن هذا البرنامج هو برنامج المحزر، بأنه هو برنامج حقوقي في الأساس يهتم بالإنسان السوري، ومن العيب أن تسيس قضية الإنسان السوري. نعم، ولقد لاحظت ذلك في المداخلات، خاصة الأستاذ من السوري كان متوازنا في طرحه وتكلم ببعد حقوقي مقبول، حتى وإن كانت له موقف سياسية ولا إشارات سياسية، لكن اليوم لكن أن يأتي ضيف من المغرب لا علاقة له بالموضوع، لا هو سوري ولا هو جزائر، ويربط بين موضوعين لا علاقة ببعضهم البعض، ويتكلم ربما لم تنتبه أنت، ويقول مخيمات اللاجئين في تندوف، وهو ما معنى لا علاقة هذا بمعنى هذا التسييس للموضوع، استغلال هذا الفضاء، هذا التلفزيون لقضية لا تعني السوري ولا الإنسان السوري. ثم بعد ذلك وصف الحرب الأهلية ولم يحترم حتى سياسة وخطة التحرير، وصف ولكن يعني نعم بمعنى الأستاذ وليد اعتذر عن الحرب، اعتذر في الثانية الأهلية. لأنه نبهته فقط، لأنك نبهته لأن هذه القناة عندها خط سياسي معروف، وهي تنتمي للثورة السورية والمعارضة السورية التي نحترمها في مواقفها السياسية وفي وجهة نظرها، لكن لو لم تنبه بمعنى هناك التسييس. ثم بعد ذلك يأتي الإنسان ويقول بأن الجزائر، هل أنتم انتقلتم الجزائر؟ هل هناك منظمة ينتقل الجزائر وتأكدت من أوضاع هذه؟ واحد، أنا الآن أمام من هذا المنبر ومن برنامج المحجر أقول الأستاذ رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أو فضل. أي الأستاذ فضل عبد الغني، فضل عبد الغني أو أي مؤسسة سورية حقوقية، مستعد لأنتقل مع أنا شخصيا للقاء مع رئيس الهلال الأحمر الجزائري الدكتور ابتسام حملاوي، للذهاب إلى مسرغين والاطلاع على الأوضاع. كفانا كلاما ومتجرب السوريين، كفانا كلاما ومتجرب بآلام السوريين، السوريين يحتاجوا إلى وقفة. الجزائر تتعامل مع الجميع على قدم واحدة، هذا الذين وقعت لهم الإحكام هم الذين فقط لأتوضح، نعم. نحن لا نتحدث عن السوريين المقيمين في الجزائر، نحن نتحدث عن السوريين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر، نعم. الجزائر، نحن هذا هو، نعم. نطاق الحديث وزاوية الحلقة. إذن لابد أن يحترم، هناك قوانين، هذا بلد له قانون، إذن أي فرد أي إنسان لا يلتزم بالقوانين الدولة يعاقب. سؤال هنا على ذكر القانون في صلب ما، نعم. تذكره، هل القانون الجزائري يجرم من يدخل إلى الجزائر ويخرج منها بطرق غير شرعية؟ نعم، يعاقب. ما هي العقوبة؟ العقوبة هي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، عادة في الحالة الأولى يفرج عنه، ولقد شاهدنا ذلك، والدليل على ذلك التقرير في حد ذاته، أن يقول بعض حوالي 15 تم الإفراج عن 80 شخص وإرسالهم إلى إقدامس الواقع على الحدود، أيوة. ولكن هؤلاء لماذا تم تشليحهم المصاري الفلوس والموبايلات ليس من قبل الجزائر، من قبل الموجودين هناك. شوف، حنا قلنا وباتوا في المساجد. هو القانون، القانون عندما يدخل واحد من أي دولة معينة، القانون أن يرجع للدولة التي أتى منها، هذا قانون واضح، نعم. وهذا موضوع سيادي ليس للمناقشة. إذن الدولة التي سمحت بدخوله الجزائر، سواء ليبيا أو النيجر أو مالي أو تونس، والحادثة تتكرر، ليس قلت لك مع السوريين فقط، تتكرر. أنا اتصل برئيس حزب مصري على أساس أنه في شخص مصري تم اعتقاله وسيسلم للسلطات، السلطات المصرية، لكن الكلام غير صحيح، تبين غير صحيح، تم إرجاعه إلى تونس. بمعنى القانون، القانون ماذا يتحدث؟ القانون يتحدث بأن إذا دخل أي أجنبي للأراضي الجزائرية يرجع إلى المكان الذي دخل منها. لا تتحمل الجزائر مسؤولية، هذا قانون. الجزائر آلاف مؤلفة التي تدخل، ليست مسؤولة على دخول هذا الجميع بحجة حق الإنسان، ترجع للمكان الذي ويرجع في ظروف محترمة. كلام هذا غير صحيح، نعم، بحسب الشهادات التي وصلت، وليس بس، عفوا دكتور، يعني نحن لا نريد أن نشخصن الحلقة مع الأشخاص الأساتذة الموجودين، لكن هم سيس واستهدفوا الجزائر، يعني قضية الحلقة نحن لا نريد استهداف لكن الجزائر، هم سيس واستهدفوا الجزائر ولا أي دولة، نحن قضية الحلقة الموجودة هم المهاجرين الذين يعبرون، يعني بحسب في يعني هناك صورة لو يتم إظهارها لتوكيل محامي، يعني أهالي الذين تم احتجازهم يحاولون توكيل محامين، نعم. للدفاع عنهم لإخراجهم إذا أمكن عرض هذا، وهذا هي صورة لأحد التوكيل، ولكن يتم رفض حتى توكيل محامي. لا، كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، هذا في البلد فيها القانون، هذا كلام غير صحيح. في منظمة حقوقية في الجزائر تدافع عن الحراقة، يعني المهاجرين غير الشرعيين، الشرعيين، هذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا وغير صحيح. أنا قلت لك الآن
الاستاذ من فضل استاذ فضل عبد الغني فضل عبد مستعد ان اذهب معه شخصيا للجزائر ولقاء الهلال الاحمر الذي هو الذي يرافق المهاجرين الغير شرعيين عند عودتهم للجزائر. يعني هناك نظام يصرف عليه الهلال الاحمر الجزائري، عندما يكون مهاجر غير شرعي الهلال الاحمر هو الذي يرتب الامور. سنذهب الى الاماكن التي يتحدث عنها، نحن يهمنا الانسان السوري ونريد. ولكن استاذ فضل يعني فقط انا نقاط يعني وهو استاذ فضل قال بان تصويت الجزائر تحدث عن المواقف السياسية ونحن نتحدث لا ولكن ولو قلنا وكان متوازن واعتبر امتناع الجزائر في اخر هو مكسب. اذا هو يريد ان يحل المشكله السوريه، لا يريد ان يعمق الازمه بكل تأكيد. لهذا انا تفاعلت معه بهذا الشكل، لكن ان تسيس الامور هذا مرفوض. اذا الذي يريد ان يحل مشكله السوريين سواء منظمه حقوقيه فاهلا وسهلا بها. اعتقد ان السلطات الجزائريه والمنظمات الحقوقيه جاهزه في الجزائر، عندها اكثر من منظمه حقوقيه في الجزائر. اذا التعاون في هذا الشان مفيد للقضيه. تسييس القضيه لا يفيدها في شيء. المأساة السورية استغلت وما زالت تستغل لحد الآن من طرف عدة أطراف، ولم يجني الشعب السوري إلا الدمار وإلا النزوح داخل سوريا وإلا اللجوء في الدول. ونحن الآن يعني نريد حل لهؤلاء الذي محتجزين. أستاذ فضل، الدكتور إدريس قال بأنه مستعد للذهاب معكم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى سجن مرزغين بوهران والاطلاع على أوضاع من يتم احتجازهم. يعني بالعكس هذا مبادرة مشكور فيها وهي مبادرة طيبة، ولازم يتدخل الهلال الأحمر وحتى الصليب الأحمر الدولي، ولكن الهلال الأحمر إذا موجود بكفي، والزيارة والاطلاع وحتى ربما يعني التواصل مع منظمات دولية حتى يكون في إشراف على أنه الحد الأدنى اللي طالبت فيه أنا أنه ما يكون في إعادة قسرية. هلا يكون في يعني بعضهم عم يسجن لمده سنه او سنتين او ما الى ذلك، بعدين عماله يعني الدوله تتعامل معه، ولكن في حالات ايضا مؤكده وردت في التقرير، وهي يعني ليست انه ما بس سجن، يعني السجن هو ربما طبعا في هون نوع من الانتهاك، ولكن مقارنه مع انتهاكات اخرى هو يعني ارحم، من ضمنها انه إبعادهم الحدود نحو المجر، هذا طبعا هو نوع من الإبعاد ونوع من الطرد، ولو كان هو وطبعا هذا هون مصير يعني بالصحراء والمصير مجهول يعني. وأيضا للأمانة ما سجلنا يعني حالات إعادة إلى النظام السوري بالطائرات بالفترة الأخيرة مع هؤلاء من الجزائر، ولكن ما مقبول أبدا. وفي حالات موثقة إنه يكون في يعني ترحيل نحو حدود المجر، يعني إما الحل هو السماح لهم بالإقامة بالجزائر والبقاء فيها وقوننة الموضوع، لأنه قطع الحدود، يعني هذا لاجئ قطع الحدود الدولة بدها تتعامل معه، متى من عبر الحدود اسمه لاجئ. السوري بموجب القانون الدولي هو شخص يستحق اللجوء مين ما كان يكون من أي منطقة، هذا توصيف الأمم المتحدة له.